الإطار التنسيقي وجهود السيد هادي العامري واضحة بهذا الشأن. هنالك جلسات للحوار كثيرة مع بقية الأطراف المتنازعة، وهو يريد حلحلة هذا الموضوع من خلال هذه الجلسات. وتعودنا منذ 2003 وإلى الآن أن تكون هناك توافقات سياسية هي من تمرر حقيقة أكبر مشكلة تحصل في البلد، وبالتالي هي فائدة لأهالي ديالى. الكثير من المشاريع متلكة متأخرة بسبب عدم يعني بناء هذا المجلس بشكل صحيح. يجب على الحكومة العراقية أن تلتفت وتقوم بواجبها الذي يحتم عليها أن تحتوي هذه الأزمة بالسرعة الممكنة لكي لا يتمدد الإرهاب إلى هذه المحافظة الأمينة والآمنة بناسها وأهلها، ونطلب من الحكومة العراقية أن تكون جادة في هذا المسعى لحلحلة كافة المشاكل. هناك غياب لأمن محلي، غياب لعمل وجهد أمني وسياسي، والمناكفات تدور بين السياسيين الذين شكلوا مجلس المحافظة، فضلا عن عجز هؤلاء عن إيجاد محافظ يتفق عليه لتعزيز الوحدة الأمنية، الوحدة السياسية المجتمعية. حياكم الله. هي عقدة تمتد من ديالى إلى كركوك، وفي المكانين لا وجود للحلول. حكومات محلية غابت بفعل الخلافات بين الأحزاب السياسية من جهة، وبين المكونات الاجتماعية من جهة ثانية. تهديد ووعيد، مساومات وابتزاز في ديالى. كل شيء أصبح مباح إلا تشكيل المجلس وانتخاب المحافظ. طرف يتمسك بالسابق وآخر يتمسك بالاتفاق، وما بينهما يطمح لكسب المغانم. أما كركوك فالخارطة غير واضحة مهما رسمتها الاجتماعات. عرب تريد المحافظ، وتركمان تسعى للمنصب، وما بينهما كردي يسعى للظفر عبر التآلف. ويبقى السؤال، هل أزمات المحافظات السياسية حتى وإن كانت استحقاقات انتخابية، وماذا إذ لم تتشكل المجالس؟ وغاب عنها الفارس، هل ستبقى المحافظات تتجرع الويلات؟ لا مشاريع ولا خدمات، لا أمن ولا استقرار. وإن كان الأمن والاستقرار فهو قاب قوسين أو أدنى من التخبط بالقرارات، فمن له المصلحة بخلط المفاتيح لتضيع الفرصة أمام الوصول إلى انفراج سياسي؟ كلها تتبرأ، ولكن البراءة لا تطال الجميع. أرحب كل الترحيب بالأستاذ عبد الرحمن الجزائري، عضو القسم الوطني في ائتلاف دولة القانون. حياكم الله. أهلا وسهلا. بداية خليني أسألك عن وضع كركوك. لا أمن، لا استقرار، ولا ضمان سياسي في المحافظة. شلون وصلت المحافظة إلى هذه المرحلة؟ يعني بداية بسم الله الرحمن الرحيم، مجدد التحية لقناتكم الكريمة ولجمهور قناة الأيام الفضائية. أعتقد يعني موضوع كركوك لربما يختلف عن باقي المحافظات. لا، احنا بدياله. إذا بديالة نتحدث فديالة وضعها واضح، يعني اليوم ديالة بعد يعني انتهاء الانتخابات وصندوق الاقتراع كانت هنالك أن تعقد جلسة باتفاق سياسي. الاتفاق السياسي مبرم ما بين دولة القانون والفتح، وبالتالي كان يكون تنازل لدولة القانون باعتبار عند اليوم بديل
لمحافظة ديالى الإخوان في فتح، استلمها السيد عباس الزاملي النائب وتنازل عن البرلمان، وبالتالي كان هذا الاتفاق السياسي. لم تبرم الجلسة وبدأ الاختناق يتزايد ووصل إلى حد اليوم المطالبة طبعا السبع مقاعد للسنة مع المقعد للكرد ومع المقاعد السبعة اللي مختلفين أيضا الشيعة وما بينهم، وبالتالي تكونت هذه الأزمة بتزمت السيد المحافظ السيد مثنى التميمي وأيضا التدخل العشائري. اليوم الجمهور في محافظة ديالى يقتدي إلى الجنبة العشائرية، هنالك إصرار يعني من قبل إخوان من عشيرة التمايمة بهذا الموضوع أن لن يكون المحافظ إلا من عشيرة التمايمة. أستاذ خلينا نتحدث بصراحة، نعم، شو هو مو قانون ولا دستور، شو الموضوع صاير بيد العشائر وبيد التوافقات السياسية وتنازل لي عن هذا المنصب للآن تنازلت لك عن هذا المنصب، هكذا تدار المحافظة؟ يعني بالعرف السياسي هو ما موجود هذا طبعا لا بالدستور العراقي عندنا ولا اليوم بالعرف السياسي اللي اعتادينا عليه، لكن اليوم أكو فرضيات اليوم تفرض اليوم رغبة المواطن. اليوم التكتل العشائري باعتبار ديالى تختلف عن باقي المحافظات، يعني الرقعة الجغرافية، محافظة مجاورة للإقليم، مجاورة إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية، قريبة جدا على العاصمة بغداد، متعددة المكونات طبعا، بالتالي ما يشاهده اليوم الجنبة العشائرية حدث بها مشاكل أمنية يعني على أرض الواقع، حواضن للدواعش، عدم استقرار أمني كان في وقت ال 2005 و 2006 أيام الطائفية ولد لربما أن يكون القرار عشائريا، ولكن بالعرف السياسي ما موجود. ليش رحنا للانتخابات؟ ليش ما قعدنا العشائر فيما بينهم وتوصلنا إلى اتفاق فيما بينهم لإدارة المحافظة؟ ما هو بالتالي إذا نفرزن الأمور هو اللي أحث المواطن على الانتخابات هم العشائر نفسهم يعني زين. فبالتالي أنا ما زين أنا أحثهم وما أرضى بالنتائج، شلون منطقة؟ يعني بالنتائج إحنا بالنتائج عندنا التدخل قلت لك العشائري واضح، يعني هذه صلب المشكلة الآن، يعني اليوم أغلب العشائر يذهبون إلى زعامات سياسية ويطالبون بأنه لا يكون المرشح من قبل هذه الجهة أو من هذه الجهة، وهذا ولد اختناق. زيادة لهذا الموضوع هنالك اختناق عندنا في قضية القبة التشريعية في البرلمان اللي ينعكس على الإخوان السنة الشركاء، يعني السبع مقاعد الآن أيضا يطالبون بمشروع أن يكون محافظ من السنة، يقول لك أنا اليوم عندي سبع مقاعد أدري أستاذ، وأنتوا الشيعة عندكم سبع مقاعد زي. ليش أنتم الإصرار أن يكون المحافظ من دولة القانون أو من بدر مثلا؟ هو هذا حقهم بالضبط، ليه دولة القانون تريد المحافظ يكون له؟ يعني صراحة خلينا يعني أساس المشكلة نتحدث حاليا بورقة سياسية هم دولة القانون، لا نتحدث بورقة سياسية زي. احنا بعد يعني تشكيل الحكومة وبعد الانتخابات كان هنالك اليوم المقاعد والأصوات زي. فعدينا الأصوات بالتالي، فكانت اليوم الاتفاق السياسي أن تكون حصة دولة القانون، ودولة القانون رشحت طبعا باثنين مرشحين، المرشح الأول هو دكتور خليفة في جامعة ديالى، وللأسف الشديد أيضا لم يكتمل النصاب ولم تتم الجلسة، وكان أكو اعتراض طبعا بعد التفاوض، والآن بدأ حراك من داخل دولة القانون بمرشح ثاني اللي هو عبد الرسول على ما أعتقد، وأيضا لم يكتمل النصاب بالتالي، وبقى السيد المحافظ مثنى متمسك بالمنصب وعدم إكمال الجلسة. سألاني أرد أسأل شنو الآليات القانونية حتى يتمسك السيد مثنى التميمي بالمنصب؟ هذه واحد. ثاني شيء ليش ما تقعدون ويا الفتح وتوصلون إلى حل وسط وتدخلون ككتلة شيعية موحدة لأخذ هذا المنصب؟ من الجانب قعدتنا ويا الإخوان فتح احنا متفقين ما عندنا اختلاف، الإخوان فتح متنازلين عن اليوم مقعد المحافظة إلى دولة القانون. الاختلاف الثاني وهو عدم التوافق، السيادة وعزم وتقدم لا يتوافقون مع اليوم الاتفاق مع دولة القانون بالمرشح اللي يرشحونه دولة القانون. زين انتوا ليش ما تتوافقون وياهم بمرشحهم؟ طبعا احنا ممكن اذا تكون اكو جلسة توافقية، لكن هذا راح يكون باعتراض حقيقة، اولا راح اظلم جمهوري لانه التعداد السكاني في الاصوات اليوم للاغلبية من؟ اليوم الاغلبية في ديالى هي للشيعة وليس للسنة، وبالتالي أستاذ أنت عندك مقاعد. نعم. السني نفس الحالة راح يجاوب راح يقول لك أنا هم راح أظلم جمهوري. لا مستحيل. على أي أساس ما يكون المنصب إليه؟ ما تندار بهذه الطريقة، يعني إحنا عندنا آلية سياسية اعتدنا عليها، يعني ما ممكن أنا اليوم أجيب
رئيس جمهورية للعراق من العرب، ما ممكن يعني. هذه حصة الأكراد، وبالتالي ما ممكن أجيب من البرلمان العراقي. بالتالي محافظة ديالى اليوم من حصة الشيعة، وبالتالي هذا الموضوع الاختلاف وين هم؟ هم الاختلاف مو يا شيعة، الاختلاف بيناتهم يعني السيادة والتقدم. لربما يختلف أن يكون المرشح يؤيد مثلا دولة القانون، يقول لك لأنه ذول تقدم يؤيدون أنا ما أقي. نفس الموضوع اللي في البرلمان. زين، ما جاوبتني على سؤالي، على أي أساس قانون السيد مثنى التميمي يتشلب بالمنصب؟ يعني أنا راح أشيها من خلال قناتكم الكريمة، وأتحمل طبعا يعني هذا الموضوع، وهو أخونا للأسف الشديد استحوذ على حقيقة اللعب بمشاعر اليوم أهل ديالى، السيد المحافظ ديالى، وكل هذه الأزمة يتحملها هو طبعا، ونتائجها يتحمل هذه الأشهر والتعطيل. مرة يدعو إلى مظاهرات ويخلي السلم الأهلي، ومرة يستخدم المال بالمشاريع اللي هو أكثر من سنين طبعا كان محافظ، وبالتالي هذا ما أدى إلى الاختناق السياسي في محافظة ديالى. أنا أحمل مسؤولية أمام اليوم الحكومة العراقية وأمام أهالي ديالى عشائريا، وأحمل كافة التبعات القانونية. السيد المحافظ مثنى كان الأجدر به يطلع ببيان ويتنازل عن المحافظة ويترك النصاب والقرار لأعضاء مجلس المحافظة. يعني هو ما عنده آلية قانونية، هو ما أصلا ما يخلي، ما يدعو للجلسة أصلا، وعندما يكون اكتمال الجلسة يدعي أنه تكتمل الجلسة، لكن للأسف الشديد هنالك جلسات في غرف مظلمة واتفاقيات. طيب، أرحب عبر الهاتف برئيس حراك ديالة الشعبية الأستاذ عمار التميمي، حياك الله أستاذ عمار. تحية جنابك الكريم للمشاهد وللضيف العزيز. حياك الله أستاذ عمار. بصراحة شنو تفاصيل دعوتكم المقدمة للمحكمة الاتحادية، وشنو الأدلة اللي راح تقدموها للمحكمة للنظر بهذه القضية؟ تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم 24/6 قمنا دعوة بالمحكمة الاتحادية على حل المجلس المحافظ للخروقات القانونية، والخروقات القانونية المدة مضت أكثر من 6 أشهر، وهذا يعتبر ضرر بالمال العام ويعتبر ضرر بالمحافظة. وأيضا النقطة الثانية اللي قمنا بها الدعوة، اتحادهم شخصية عضو مجلس، حاليا هم مو أعضاء مجلس، هم منتخبين وغير مصادق عليهم من قبل رئاسة الجمهورية، وجاي يمارسون أعمالهم، يوقفون مشاريع، يتحركون، يجون يستعرضون، صورني وما أدري، وقف كذا. هذا يعتبر اتحاد لشخصية عضو مجلس. من عضو مجلس يروح يقعد بعد الميز وراء المدير العام، ويخلي المدير العام يجي ويعطي أوامر ويوقف مشاريع ويوقف مقاول ويوقف شارع، وهو ما عنده صفة عضو المجلس لحد هاي اللحظة، لا يمتلك راتب، لا يمتلك تخصيص مالي، لا يمتلك عجلة، لا يمتلك حماية، وكل واحد من عندهم جايب له مجموعة ومسويهم حماية ويمشون وياه وغير مخولين بحمل السلاح. هذه النقاط اللي حددناها للمجلس وقمنا من أجلها الدعوة. طيب عندكم أدلة؟ هسا كل الكلام اللي دا تقوله ممكن يفتقر إلى الدليل، شنو دليلكم اللي راح تقدموه للمحكمة؟ احنا دليلنا الأول هو المدة عبر 6 أشهر. الدليل الثاني هم على صفحاتهم التواصل الاجتماعي هم ناشرين، احنا سحبناه مجرد على فرص سيدي وضفناه للمحكمة، وطلبنا من المحكمة أن تدخل على صفحاتهم أيضا، تشكيل لجنة تدخل على صفحاتهم وتشوف هاي الأعمال والمشاكسات اللي موجودة. زين أستاذ عمار، أكو حملات ابتزاز، أكو تهديد في المحافظة، أكو عمليات تهديد بالقتل، لو هذا مجرد إعلام بالسوشيال ميديا؟ هذا إعلام، ماكو هيك صيغة تهديد ووعيد وكذا، وإنما أكو مخالفات قانونية. اليوم أعضاء المجلس المحافظة يتصور نفسه هو مو مدير عام ولا وكيل وزير، وإنما أعلى من الوزير وجاي مارس أعماله. ولهذا السبب إحنا قمنا الدعوة وماضين بالدعوة، وإن شاء الله ما نتراجع إلا بحل مجلس المحافظة. زين، هذا الخلافات نعم، هاي الخلافات وهاي الفوضى منو يتحمل مسؤوليتها أستاذ عمار؟ يتحمل مسؤوليتها دولة القانون والسيادة. أو دولة القانون. زين دولة نعم. القانون يقول لي لازم تعطيني أنا شوية يعني. ليش دولة وقت. القانون؟ طبعاً أنا ويا يعني قيادي في دولة القانون، بس أسأل ليش دولة القانون بالذات؟ دولة القانون عندهم نزلوا بانتخابات مع تحالف مع السيد المحافظ. زين. ونزلوا بنفس القائمة، وبعدين عضو عندهم غير ملتزم بقرارات السيد المالكي،
عندما السيد المالك يرشح دكتور خليفة. من هذا العضو؟ من الجلسة الدكتور الأستاذ تركي الجدعان عضو مجلس المحافظة عن دولة القانون. زين. أي واحد يرشح ما يروح هو باتجاه الجلسة، وأيضا السيادة هم نفس الشيء يقسمون إلى فريقين. هسه فريق السيد المحافظ معروف عنده ثلاثة شيعة بثلاثة سنة واحد كرد. الفريق الثاني اثنين عصائب، واحد أساس واحد عزم، السيادة ودولة القانون. من تجي تحسب الرقم يطلع تسعة. هم رأسني خبط من قاهم تشكيل حكومة، بس هذا الشخص من دولة القانون ما يقبل على أي مرشح إلا أخوه. طيب أستاذ عمار خليك وياي أستاذ، ما يقبل على مرشح إلا منه إلا أخوه؟ إلا أخوه. إلا أخوه؟ شلون يصير؟ لو ترشح لا اخوي ياسر محافظ لا ما ادخل بالجلسة. لا لا استاذ عمار حبيبي اذا تسمعني ولا على دليل، بس اذا مرقصه السيد بس يكمل فكرته بس توضح بس توضيح صغير. اي تفضل. عندما قدم دولة القانون قدمت مرشح نزل بيان موجود على صفحته انسحابه من حزب الدعوة. زين. وهذا موجود بيان رسمي مكتوب وحدد به المخالفات وقال انا كذا وكذا وكذا. اذا هو مو تسويق اعلامي من الضيف، على صفحته الشخصية نزل بيان أستاذ تركي الجدعان عضو مجلس محافظة ديالى المنتخب. وضحت الفكرة أستاذ عمار، خليك ويانا بلا زحمة عليك، فقط أتوجه بالسؤال للسيد عبد الرحمن. إذا المشكلة أنتوا والسيادة، زين هذا رئيس حراك شعبي. أنا أريد يعني هذا لا يعني. سياسي ولا هم يحزنون ولا داخل وياكم بالاتفاقات السياسية. اتهمكم انتم سيادة اتهام واضح، شنو رد حضرتك؟ أنا مو من صلب الموضوع أن أدافع ولكن أوضح. زين. اولا استاذ عمار تحياتنا له من خلال ما قام به بدعوه قضائيه، يعني ولو من ضمن الدستور العراقي ماكو شيء منطقي اليوم بالدستور العراقي يقول حل اليوم مجلس المحافظه اول يوم الالتجاء الى الغاء الانتخابات اللي هذه، لانه اصلا ما صار يعني محافظ ونصاب على مود نلغي احنا. زين. وبالتالي هذه ماده القانونيه خلي يدرسها هو، هذا الجانب الاول. الجانب الثاني اتهم دوله القانون والسياده، ويعرف العرف السياسي اليوم ليس بكيف عضو مجلس محافظة اليوم ترشيح أخو أو كذا، الترشيح يتم عن طريق الحزب، وبالتالي اليوم دولة القانون يعني طبعا وقيادات دولة القانون رشحت دكتور خليفة لما ما اكتمل اليوم التصويت عليه، هو كان عنده رأي أني يرشح أخوه، لكن هذا مو معناته اتفاق. يبقى هذا يبقى حق يرشح أخوه؟ اسمحي لي. لا هو هذا رأيه طبعا. زين. بالتالي ورأيه محترم، ولكن لما يكون مسحوب هو من حزب الدعوة أو من دولة القانون ما نلتزم إحنا هذا باعتباره اليوم غير مكمل لجلسة مجلس المحافظة أبدا. إحنا كل ما هنالك يا أستاذ عمار احترمنا رأيه ونحترم اليوم القضية اللي في إدياله، وبالتالي دولة القانون ما أشدت يعني حقيقة على الإصرار أن يكون المرشح وبالتالي نزيد الأزمة. يعني تركي الجدعان كان إحنا يمثل نعالج نفسه الأزمة. كان يمثل نفسه من رشح أخوه؟ لا، بالتالي قيادات دولة القانون رفضت طبعا وقالت المرشح لن يكون إلا رسميا من رئيس ائتلاف دولة القانون السيد المالكي، وبالتالي السيد المالكي لم يعطي كتاب إلا لدكتور خليفة، هذا امر واضح يا استاذ عمار. بصراحه تردون المنصب لولا هسه ائتلاف دوله القانون تردون احنا المنصب؟ نريد استقرار اولا دياله، وبالتالي راح اوضح لك فت قضيه. دكتور خليفه عندكم استاذ جامعي مو تابع لدوله القانون، مستقل، ولكن احنا رشحناه، بالتالي احنا نريد ان نحل الازمه. احكي لنا بالمنصب بصراحه، استقرار دياله باستقرار المنصب. دوله القانون تردون المنصب دوله القانون هذا استحقاقنا ولن نتنازل عنه، بالتالي استحقاقي هذا. اي هي هذه، هذا منطقي استحقاقكم ولن تتنازلون. ولكن بالعرف السياسي مو بالعرف اللي دي يستخدمون اعضاء مجلس محافظه اللي ما تطرق لهم استاذ عمار. يعني انت استاذ عمار انت تعرف أستاذ؟ اكو ابتزاز مالي واكو ابتزاز حقيقة بالتهديد. لا 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 قال لك وهذا عمار انت ماكو. انت ما تطرقت لاستاذ عمار ليش يعني؟ لا قال لك ماكو، قال لك وانا قبل يومين بهذا الحديث على موضوع دياله. استاذ عمار انت ما ت... ما ت... ما ت... من هي الاطراف استاذ؟ ما الاطراف هو يعرفها، هو يعرفها. انا ما اعرفها، المتلقي ما يعرفها. ست فرح والجمهور خليه يعرف، اكو اليوم تهديد واكو وعيد. من استاذ؟ من الكتل البقيه. بالتالي من الكتل البقيه ليش ما نسميها؟ والمحرك اليوم هو يعرفه كل زين، السيد المحافظ نفسه اللي متلبس أستاذ بقضية أستاذ المنصب اليوم. أستاذ يعني حضرتك قلت لي ماكو لا ابتزاز ولا تهديد ولا وعيد، مجرد اختلاف بآليات القانونية.
زين هسه طلع اكو تهديد واكو ابتزاز والكتل السياسيه هي المسؤوله. استاذ عمار شنو الموضوع بالتحديد؟ السيد انا احبه واحترمه وعنده تاريخ مشرف. زين. الظاهر ما عنده معلومات على دياله. اولا دياله مقسومين قسمين، فريق السيد المحافظ ونسميه فريق دوله القانون. زين. النصاب يكتمل بتسعه. اليوم احنا نحسب دوله القانون ايش قد عندهم؟ السياده وياهم السياده ثلاثه. والاساس واحد والعصائب اثنين سته وهم سبعه. وياهم البواسل صاروا تسعة. ليش ما يمضون على دكتور خليفة؟ هم كتلتهم تسعة كامل عدد. ليش ما يمضي؟ اي ليش ما يمضي الان؟ لان استاذ عمار الاخوان البقيه ما وافقوا، ما وافقوا، ما اتفقنا على دكتور خليفة، ما وافقوا. سيد ما قاطعتك، اترجاك سيد مو قاطعك، مو للتوضيح يعني غير معلومه. يا استاذ عمار غير معلومه. استاذ عمار يقول لك ما توافقنا ويا البقيه. نعم تفضل كمل فكرتك. هم تسعة كاملين ما يحتاجون توافق ويا البقية، خلي يروحون يسوون معارضة. هاي واحد. الشيء الثاني ادعاء بدر يقولون ديالة ما مشمولة بقانون الإطار، لأن من حصة الحلبوسي والحلبوسي تنازل منها أنه. وعلى دليل بأن فريق التقدم تقدم مع بدر وتقدم والاتحاد الكردستاني يصيرون ثمانية والفريق الدولة القانون تسعة، ثمانية بسبعة، قول العفو، ثمانية بسبعة كامل النصاب يروحون تسعة. مجرد أن يصير تسعة يكتمل النصاب، كلهم بالبقية دولة القانون ما يمضون. ليش ما يمضون؟ زين أستاذ ليش يعطلوها؟ هسه أنت قلت لنا الحلول وقلت لنا دولة القانون هي المسؤولة. المشكلة يم اثنين، يم السيادة هم ثلاثة. زين الدكتورة الدايني هي موقفها ثابت مع قرار الاخوان بالعصائب والاساس اللي يخص القائمه دوله القانون. اما الاثنين البقيه من السياده هم يوميه برايي، يوم بهذا الفريق يوم بهذا الفريق. اما تقدم ثابتين وبدر ثابتين والاتحاد الكردستاني ثابتين. فاذا المعطل منه المعطل دوله القانون والسياده. زين مجرد ان دوله القانون مرشحهم يثبت على راي واحد وهو كبير السن يطلب جلسه يكتب النصاب الصبح يصير محافظ. زين اسمح لي استاذ عمار. سيد عبد الرحمن مرشحكم يقفز دائما وليس له راي ثابت. زين أريد أسألك، هو مرتين يتهمك بشكل واضح، يتهم ائتلاف دوله القانون، حضرتك انت ترفض تسميه الاسماء. زين استاذ عمار قال لك انتم السبب. نعم. يعني شخصها بدقيقة واضحة جدا. نعم. ليش حضرتك ما سمي بقية الأطراف؟ هسه هو سماكم. أنا مو أسمي باقي الأطراف. أولا هو لا يحجب، طلع علنا اليوم بشاشات الإعلام هنالك ابتزاز ببداية الموضوع، وهذا الابتزاز إحنا كنا نلاحظه حقيقة. أعضاء مجلس محافظة دياله تم التهديد لهم من قبل اليوم جهات معينة، وبالتالي هو يعرف ابن دياله أكثر مني. هذا الموضوع الأول. الموضوع الثاني من اتهم وين الدليل استاذ؟ لحظه حتى بس يعني شفناه بالفيسبوك، شفناه مواقع التواصل الاجتماعي. عضوه مجلس محافظه قالت انا تهددت، قدمت لي اوراق ببيتي تهديد بالسلاح، وتهددت اكو عضوه مجلس محافظه بابنها بالخطف. هذه مو تهديد، هذا مو اليوم يشكل امن سلمي. انا لما نتحدث اليوم شنو سبب دوله القانون من دا يتهمنا استاذ عمار؟ احنا اليوم المحافظة انه نتمنى من باكر تعقد جلسة ومرشحنا موجود ولا يزال. من مرشحكم؟ مرشحنا دكتور خليفة كان. بلغ استاذ تركي خليه يصوت له. لا اسمح لي استاذ عمار، دكتور خليفة بكتاب رسمي. اما تتحدث عن الاخ النائب اللي بعضو مجلس محافظة استاذ تركي اللي رشح اخوه عبد الرسول، بس هذا مو تكليف رسمي. اكو تكليف رسمي انا اتحدث عنه. تسعة ليش ما انتم تعقدون بكتاب رسمي من دولة القانون يا استاذ عمار؟ زين دقيقة بس على هاي الجزئية دقيقة. دولة القانون عندهم عضو واحد فائز وهم يردون المحافظة غير هو يصوت له. استاذ تركي لما رشح اخوه لانه ما كمل اللي صاب لدكتور خليفة، فبالتالي اختار اخوه، وهي مسألة طبيعية. وهم ما مضى اخوه مكتمل النصاب بالعباس ابو فاضل واحنا بمحرم. لا ليش تقسم؟ انت اسال اعضاء مجلس محافظه، اسال الاخوان السياده. هسه ارد لك التسعه الاعضاء.
نعم سجل يمك بالورقة والقلم. اي هل سرد لك اياهم التسعة؟ نعم. واذا مو مكتمل النصاب فقط هو ما يرضى يسوي. يعني انا اليوم هي حصتي وانا ما ارفض؟ معقوله هذا الكلام مالك انت؟ وانت تحملنا احنا السبب دولة القانون؟ ليش ما تحمل الكتل السياسيه اللي زعاماتها ترفض ان تكون لدولة القانون؟ هذولاك معارضه، هذولاك يشتغلون لنفسهم، وانت جاي تشتغل لنفسك. لا مو دا اشتغل لنفسي، هذا استحقاقي انت، مو هذا استحقاقي يا استاذ عمار. استاذ سيد زين، سيد عبد الرحمن، من اللي يتهدد ومن المهدد؟ طبعا بكتل سياسيه وزعامات. سمي ليهم. لا لا استاذ فرح، انا اسمحي لي، اولا انا ما اتهم، انا ايضا شاهدت طبعا كرجل سياسي شاهدت اليوم، اتصلت بالاخوان طبعا، سالت المرشح مالنا دكتور خليفه، قال لي نعم هنالك عمليات ابتزاز وتهديد والوضع يعني يراد له تريث بالتالي، واجلنا احنا حقيقه الضغط على الاخوان بقضيه عقد جلسه بالتالي. انتم تعرفون تركنا الموضوع، اسمحي لي، تركنا الموضوع لاخونا السيد المحافظ والتقينا به أكثر من مرة ودعيناه إلى أن تكون جلسة حوارية وأن يترك المحافظة لأن المشاكل راح تتفاقم شنو أكثر. كان رده؟ طبعا كان رده طبعا دبلوماسي، أنا ما عندي كل مانع، أنتم صوتوا على الشخص اللي توافقوا بيناتكم، لكن لما نوصل للتوافق الأبواب مغلوقة. أنت تعرف أن اللي يهدد؟ لا ستاهت علينا، انت تقول حصتنا، لا الطرف السياسي الاخر احنا يقول حصتنا، ديالة حصت منها. احنا بالتالي موقفنا واضح، رشحنا الدكتور ما مضى، رشحنا المرشح الثاني اللي ايضا ما مضى اللي هو اخو تركي اللي هو عبد الرسول ايضا ما مضى، اذا البقية المتروك الموضوع للاعضاء مجلس المحافظة والسيد المحافظ يتنازل عن المحافظة وننتهي من هذا الجدال. يتنازل منو؟ ديالة حصت منو؟ انتم من قاعدة يتنازل لدولة القانون، مو قسمتوا الحكومات؟ ست فرح، حصة دولة القانون وعدم التنازل عن هذا المكان، هذا مكان من احقية دولة القانون، متى ما دولة القانون تنازلت الى جهة معينة ثانية. وإذا ما حصلتوا ما صارت جلسة، راح يبقى يعني يبقى الوضع الأمني في ديالة والسياسي مخربط. أعتقد هو راح نرجع نفس الموضوع، نلتجئ للمحكمة الاتحادية أو تدخل مكتب رئيس الوزراء كما تدخل في قضية محافظة كركوك. مرتين تدخل. لا لا اسمحي لي، لا مو التدخل ماله يختلف اليوم. شنو اليوم تدخل رئيس وزراء مرتين تدخل يا بماذا تدخل ست فرح؟ شنو اللي حقق رئيس الوزراء؟ بحواراتكم هسه بالحوارات، لان انتم ما تقبلون بالحوارات، ما يدز على السبعه السنه ويدز على السبعه الشيعه وعلى المقعد مال الكرد ويجمع ال 15 مقعد مع المحافظ. انتم كاطار ما متفق وياكم. لا احنا اسمحي لي كاطار متفقين، احنا ما عندنا مشكله، احنا مشكلتنا وين؟ قلت لك اليوم الزعامات السياسيه، اليوم السيد الحلبوسي مثلا عنده راي، السيد خميس الخنجر عنده راي، اليوم السيد المالكي عنده راي، اليوم الفتح اليوم حج هذا العام عنده راي. انتوا اذا اتفقتوا بالاطار، اذا اتفقتوا بالاطار على توزيع الحكومات، ليش صار الخلاف ووزعتوا مجالس المحافظه؟ ليش ردينا الى الخلافات؟ الخلاف ما دام اليوم السيد مثنى التميم متمسك بهذا الراي، لا حل لمحافظه ديالى الا ان يستقيل، يقدم استقالته على اقل شيء. مدى يقدم استقالته؟ هسه المحافظه واقعه على السيد مثنى، ست فرح، اكو جهه ثانيه عندها مقاعد وهم تريدها، هم تقول لك من حقها. انا محافظ اليوم مستولي على المشاريع وعلى الاموال وانا عندي اليوم نفوذ بالتالي وما اترك هذا المنصب. استاذ عمار، استاذ عمار، اذا هسه المشكله كلها صارت بالسيد مثنى التميمي ودياله من حصه دوله القانون، نقطه راس سطر. اذا ليش تشكل عليهم؟ ليش قدمت عليهم دعوه بالمحكمه؟ أنا قدمت دعوة عليهم بس أوضح نقطة. أي. لو بدر يردون المحافظة للسيد معلومة وللمشاهد، لو بدر يردون المحافظة الصبح يصير جلسة ويتخبون محافظ، أي اسم يطرحونه. لأن المختلفين مختلفين على اسم مثنى وليس مختلفين على بدر. هاي أولاً. ثانياً اليوم أي شخص كل الكتل السياسية من العصائب إلى الأساس كالبيت الشيعي كسيادة الكل قدموا ورقة للحج العامري وراحوا له قالوا له بس غير مثنى طينا أي مرشح ومقابل إحنا نتنازل على كل نقاطنا بديالة، يعني لا نريد مدير عام ولا نريد مدير ناحية ولا نريد قائم مقام. هاي المعلومة هنا السيد يضع مثنى التميم وكأنما هو اللي يدير كل الأمور وكلها بديه والأعضاء. أخي المتحالفين وياه مثنى التميمي هو الاتحاد الكردستاني، اثنين من بدر، واحد من البواسل، اثنين من تقدم. هاي الحقيقة. مثنى شنو سلطته؟ سلطة العامري،
اليوم الحج العامري إذا يريد يطرح أي اسم من بدر أو يسوي أي واحد من بدر يتفاوض باستثناء الوجوه الخارج المحافظة أن يتفاوضون يمضي رأسا دون أي إشكال، بس احتراما لدعوة لدولة القانون العامري قال لهم روحوا تشكلوا هنايا. هل تقدرون هل يقدم استقالة السيد مثنى التميمي ويحل المشكلة؟ على شنو يقدم؟ أكو واحد يقدم استقالة؟ خبص أنت جيب العضو مالك خليه يصوت، يعني أقلها جدية جدية بالعمل السياسي. عندك بس واحد وما تقدر له وتريد الآخرين يجيبوا لك تسعة؟ أنا مو ما أقدر له، أنا ما أريد أتجاوز العرف السياسي. يا طيب أستاذ عمار، طيب يا حبيبي أستاذ عمار رئيس الحراك ديالة الشعبي عمار التميمي، شكرا جزيلا على كل ما تفضلت به. 30 ثانية شو تحب توضح؟ عندك شيء تريد تقوله؟ أكيد، يعني أوجه رسالة ربما من خلال قناتكم الكريمة أنه يا سيد رئيس الوزراء الوضع لا يتحمل. العرف السياسي اللي اعتدنا عليه اليوم احترام اليوم الرأي والرأي الآخر، ولكن لن تصل الحالة هذا الاختناق يولد لربما تهديد سلمي في الشارع في إديالة، وأنا أعتقد استدعاء السيد محافظ إديالة تقديم استقالته وجلسة طارئة لأعضاء المجلس المحافظة واختيار محافظ بأسرع وقت. شكرا جزيلا للأستاذ عبد الرحمن الجزائري عضو القسم الوطني في إدلاف دولة القانون، شكرا جزيلا على كل ما تفضلت به من هذه الإيضاحات. إذا ملفنا الثاني راح يكون عن عقد مجلس محافظة كركوك ولقاء السيد السوداني بأعضاء المجلس من المكون التركماني اليوم لحل أزمة تشكيل الحكومة المحلية في المحافظة، وراح نفتح وياكم بتقرير الزميل شيبان سامي لنتابع. ما يزال منصب محافظة كركوك يشكل أزمة سياسية معقدة بسبب انعدام الثقة لدى المكونات المتخاصمة على كرسي المحافظة، خصوصا الإقليم، وهو الأساس بعدم التواصل لاتفاق ينهي الأزمة ويعجل بتشكيل الحكومة المحلية حسب ما يراه مختصون. الكتلة الكردية ترفض الاعتراف بأنه هم لا يشكلون أكثر من 30% أو ربما أقل من مجتمع كركوك، وبينما العرب والتركمان يوافقون وهم لهم الأغلبية العددية والسكانية، لكن الحزب الديمقراطي دائما يرفض ويعرقل تلك المشكلة. قد تحدث لنا أزمة سياسية عاصفة إذا ما عرفنا بأن الإقليم يتدخل ولا يرضى بما خصص له، إذن هذه الأطماع السياسية وهذه النرجسية الموجودة في أغلب الكتل السياسية ومن ضمنها المسيطر على الواقع في كركوك قد تذهب بعيدا وربما تمتد إلى محافظات أخرى، لذلك السيطرة على وضع كركوك يفترض أن يكون سريعا وأن تكون الأزمة محلولة، باعتبار أن العراق اليوم متأثر بواقعه بالشرق الأوسط ويتأثر كثيرا بالمتغيرات، المسألة أمنية وسياسية أكثر ما تكون هي إدارية. رئيس الوزراء محمد الشيع السوداني خلال لقائه أعضاء مجلس محافظة كركوك من المكون العربي استعرض الجهود المبذولة لإقرار ورقة الاتفاق السياسي بين مكونات المحافظة والآليات الكفيلة بتشكيل الحكومة المحلية وفقا للقانون، وكذلك الاتفاق على حسب منصب المحافظ خلال 20 يوما. قضية كركوك يعني لا تحل دون أن تكون هنالك توافق سياسي، وهذا ما تعودنا عليه، كل انتخابات تبقى قضية كركوك وقضية الموصل تبقى مؤجلة لحين أن يتم هنالك توافق سياسي وأن تكون هنالك اتفاقات سياسية تحت الطاولة قبل أن يتم إقرار يعني أي كتلة سياسية وأي شخصية تأخذ دور المحافظ. في تقديري أنه سوف يتم حل الأزمة قريبا. نتمنى من كل المكونات العراقية أن ترتقي إلى مستوى أهمية هذه المحافظة وأن تحسم قضية مجلس المحافظة والمحافظ لكي تستقر المحافظة وتكون محافظة لها بعدا سياسيا جغرافيا مهما في المنطقة وأيضا في العراق بصورة عامة. في محاولة لإنهاء العقدة السياسية المتعلقة باختيار محافظ جديد لكركوك، تدخل السوداني يحظى بقبول أغلبية الأطراف المتخاصمة، وتؤكد المؤشرات الاتفاق على تدوير المنصب بين المكونات رغم إصرار الأكراد على رئاسة الحكومة المحلية. من بغداد شيبان سامي، الأيام الفضائية. أرحب بعضو الجبهة التركمانية العراقية الأستاذ نزار كوبرلو، حياك الله. أهلا وسهلا بكم بقناة
مشاهدي قناة الأيام. حياك الله. أيضا أرحب بالأستاذ علي المعماري المستشار السياسي والأمني لحزب تركمانيلي، حياك الله. أهلا وسهلا، تحية. أهلا وسهلا. بداية، ماذا تحتاج عقدة كركوك لكي تنفك؟ بس هي كركوك ضاعت بين العرب، بين التركمان وبين الأكراد. ملف كركوك ملف معقد وملف حساس، تحتاج إلى حلول توافقية، حلول سلمية، وهذه مشكلة كركوك ليست وليدة اليوم ولا وليدة الستة أشهر اللي مضت من عدم تشكيل مجلس محافظة كركوك، بل هي تراكمات نتيجة سياسات وإجراءات أخطاء الحكومات السابقة، بما بها النظام السابق الذي انتهج سياسة التعريب ومحو الهوية والوجه الحقيقي لمدينة كركوك وطمس الهوية التركمانية. بعد 2003 هناك واقع كردي، أيضا تكريد مدينة كركوك، تغيير الديموغرافية، إقحام مدينة كركوك ضمن المادة 140 ضمن الأراضي المتنازع عليها. سياسات واجراءات. هسه هي هويه كركوك عربيه لو كرديه لو تركمانيه؟ لان هذا ما نعم. تتفضل به اسمعه من العرب يقول لك هسه نعم. العرب هم كردوها، والاكراد نعم. يقولون لا والله هجرونا وجابوا تركمان. نعم. حضرتك تقول العكس. كركوك شنو هويه؟ كركوك بالنسبه للمكونات، بالنسبه للمكون العربي ما فد يوم قال كركوك عربيه، قال كركوك عراقيه. زين. بالنسبه للمكون التركماني، كركوك عراقيه بهوية تركمانية. زين. فقط المكون الكردي هو من يقول كركوك كردية. زين. من ينسب مدينة فيها مكونات متآخية، مكون العربي مكون التركماني، من ينسبها له فقط، هذا معناته أنه كركوك ليست كردية. من ينسب المحافظة، ينسب مدينة بأكمله له، معناته أكو فتشي يريد. زين، هسه مكونات عايشين من مئات السنين. نعم. ليش ماكو ثقة بيناتكم؟ ليه الجهة تحاول تنتصر على الجهة الأخرى؟ قلنا نتيجة ممارسات وإجراءات الحزبين الكرديين بعد 2003، استغلال النفوذ، استغلال السلطة، هناك أكثر من 260 ألف ناخب هم من خارج مدينة كركوك صوتوا في داخل مدينة كركوك. طبعا المعادلة الانتخابية راح تتغير، هناك مقاعد لبعض الأطراف هم لا يستحقون أكثر من استحقاقهم. فتراكمات الأنظمة السابقة، تراكمات هذه العوام كلها، عدم الثقة ألقت بظلالها على عدم تشكيل الحكومة المحلية في كركوك. زين، هستو إذا ماكو توافق بيناتكم ليش سوينا انتخابات؟ هي غير نتائج الانتخابات هي اللي تحكم وفق القانون والدستور؟ هنالك قانون ضمن الانتخابات، بعض المحافظات مثل ديالى وكركوك وصلاح الدين نتيجة الانتخابات لا يمكن الاعتماد عليها في تشكيل أي منصب إداري أو سياسي. أستاذ علي، أجد ترحيب بحضرتك. إذا نتائج الانتخابات لا يمكن الاعتماد عليها لأنه هو كواقع توافق سياسي لازم يصير بين الأطراف السياسية كلها حتى نقدر نخصم هذا الموضوع، شنو رأي حضرتك؟ سيدتي الفاضلة، بداية تحية لك ولضيفك الكريم ولمشاهدي قناة الأيام الكرام. أنا باعتقادي نعم، أولا كركوك حاليا ومن قبل هي كركوك عراقية بقوميات الثلاثة ومتأخية وعاشية. احنا السياسة والأنظمة تأتي وتذهب، هذه خلصانة منها. مثل ما تفضلت، احنا ليش سوينا انتخابات؟ من 2005 توقف الانتخابات لأسباب معروفة ميدانيا وسياسيا وهيمنة، ولكن اليوم صار عندنا انتخابات. أنا أولا أريد أتكلم الأخ أعتقد من الأحزاب التركمانية، يعني لأنه ما عندي الشاشة حتى أعرف من هم الحاضرين بالشسمة، ولكن أنا عتبي كمستشار في حزب تركماني لي، أنا عتبي على الأخوة التركمان في كركوك. من مجموع 180 ألف ناخب حضروا للانتخابات فقط 64 ألف، من 180 ألف حضروا 64، يعني حتى 30% تقريبا حضروا ولا ما حضروا. هذه النقطة هذه خليها بصفحة حتى نقول الإكراد جو عرب جو. هم التركمان بالانتخابات الأخيرة مثل كانوا عازفين عن المشاركة في الانتخابات، وهذه صاروا في مقعدين فقط. قضية المقاعد، احنا كان عندنا نتائج
اللي أفرزتها الصناديق كان عندنا 9 مقاعد متكونة من التركمان والعرب والمسيح، وبقى 7 مقاعد للكرد، 5 الاتحاد واثنين الديمقراط. ولكن بعد التغيرات في المقعد المسيحي حولوها من العرب والتركمان إلى الكرد، صارت 8-8. من صارت 8-8 صارت نقول مثل نقول خلينا نتكلم على الإعلام، ولا تصير دومنا وقافلة. هسه دومنا بيبنا قفلة. لا 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 لا، من فضلك أستاذ علي، هي دومنا بس ما قافلة، لأن الاتحاد لا. الاتحاد لا. الوطني الكردستاني بإمكانه يتحالف ويا العرب. يعني أنا سجايت بس دقيقة، أنا مو قلت اتحاد 5 مقاعد؟ أي قلت صح. هسه الدومنا القافلة نريد حلها، يا إما إذا راحت على المحكمة الاتحادية المحافظة يأخذها حزب الاتحاد الوطني حتى لو كانت بالتسلسل، هو يأخذ التسلسل الأول. هذه منتين منها. أما قضية مكونات، أنا برأيي وأنا هذا المقترح قدمته، أنا أعتقد هذه الدورة أن تمشي الاتحاد الوطني والعرب يديرون المحافظة ما تبقى نص بنص، منصب المحافظ أساس هو المشكلة، منصب المحافظ. الديمقراطي والتركماني أيضا يديرون المجلس للمحافظة نص الوقت ونص الوقت، ونمشيها هذه الدورة بهالشكل، لأن هذه المعاضل ولدت تجارب. حتى على الانتخابات المقبلة راح تصير الأمور غير شكل. اليوم جميعا نعرف السيد السوداني انطموا أعتقد شهر لو 20 يوم. 20 يوم يعني السيد السوداني قال دستوريا الكرة في ملعبكم. بس أنا تحليلي، إذا ما اتفقوا سيد السوداني سيعين محافظ بالوكالة ويعين واحد مسؤول على رئيس اللجنة العليا للتنسيق بين المحافظات، أعتقد هو سيكون المحافظ بالوكالة. وضحت الفكرة. إذا السياسية في كركوك ما تبقوا على الترتيب والتدوير، هذه واضحة النقطة أستاذ علي. إذا أنتم كان أكو اجتماع مع السيد المكون التركماني، كان إلى اجتماع مع السيد محمد الشيوعي السوداني. نعم. مرتين رئيس الوزراء دخل وما نجح. حس عندك أنت مهلة، قال لك إذا هذه المهلة ما قدرت تتفق الكتل السياسية على قرار، تتوقع راح يعين محافظ بالوكالة لو ما تقبلون، لو شنو الموضوع؟ حاليا المحافظ الحالي راكان الجبوري أدى اليمين الدستورية. زين. بإمكانه هو أنه يكون بمكان تصريف الأعمال لحين ما تشكل الحكومة، أو أدنى منه درجة بالمحافظ، أو عن طريق مجلس رئيس مجلس الوزراء نعين محافظ. لكن نحن كجبهة تركمانية عراقية نشوف عمر الحكومة العراقية من سنة 1921 ولحد الآن، كل المحافظين العرب بعد 2003 كان المحافظين من المكون الكردي. زي. ليش ما يكون محافظ من المكون التركماني؟ لأن جماهيركم التركمانية ما شاركت بالانتخابات، وهذا واقع. لو مشاركت أخذون 7 مقاعد أو 5 مقاعد. لا، هناك أكثر من 260 ألف ناخب من خارج محافظة كركوك شاركوا في محافظة، وطالبنا بتدقيق سجل الناخبين، تأجيل الانتخابات. لحين ما تدقق سجل الناخبين لم يتم تدقيق سجل الناخبين. نحن عندما نطلب منصب المحافظ لم نطلبه عشوائيا، بل هو استحقاق. نحن المكون الثالث الرئيسي في العراق. أستاذ نزار الله خلي كل من يقول هذا استحقاقنا، الأكراد يقولون هذا استحقاقنا، العرب يقولون هذا استحقاقنا، وحضرتك تقول هذا استحقاقنا. استحقاق منه بصراحة؟ النتائج للانتخابات اللي صدرت لا يمكن للمكون أن يشكل الحكومة بمفرده. زين. مكون الكردي عدا 7 مقاعد أجمع، المكون العربي 6 في حال تحقيق النصاب، زائدا 1 التحالف إلى حق الشكل الحكومة. المكون الكردي متفقين هسه هاي 7 مقاعد متفقين عليها، لو ممكن الاتحاد يتفق مع الجانب العربي أو التركماني؟ الآن أغلبية المجلس بما بيهم الحزب الديمقراطي الكردستاني مع مقاعد جبهة التركمانية مع مقاعد العربية، بإمكانه أنه أنا أغلبية المجلس مع تدوير السلطة بين المكونات الثلاث بنسبة 32%. زين، أنتم هسه عندكم مقعدين كتركمان. نعم. بإمكانكم تتحالفون ويا جهة أخرى حتى تأخذون؟ إحنا حاليا متحالفين مع المكون العربي.
مكون العربي كم مقاعد؟ مكون العربي 5 مقاعد. يعني هسه عندكم 7 والحزب الديمقراطي الكردستاني ايضا مرحب بالفكره، عنده مقعدين. يعني البارتي ممكن يتحالف وياكم؟ ممكن، مرحب بالفكرة تدوير المنصب بين المكونات الثلاث بنسبة 32%. يعني هي منطقي تدوير المناصب؟ هذا الحل الموجود حاليا. محافظة بيها 3 محافظين؟ ليش؟ تجربة جديدة، هي يعني قبل هذا مو مليانة بالتجارب الجديدة، واحنا شو استفادنا من القديمة حتى نجرب؟ في الإقليم تم تدوير السلطة المحلية بين حزب التغيير وحزب الاتحاد الوطني الكردستاني. وكذلك رئاسة الإقليم في فترة من الفترات تم تدويرها بين السيد نجرفان برزاني والسيد برهم صالح. تجربة جديدة، على الأقل نعبر هذه المرحلة. نترك أنت إدارة حصير في تجربة التسقيط، يعني المحافظ التركماني ما راح يرضى عليه الكردي والعربي، راح يسقطوه، والعكس صحيح أيضا. بالتالي يعني شو راح تستقبل المحافظة؟ طبعا هاي المنصب تدوير السلطة راح يكون موافقة الرئاسات الأربعة. هو ثقة ماكو بين المكونات، خلينا نكون واقعيين. هي هاي فرصة لزرع الثقة من جديد، يعني احنا اترك تراكمات السنين اللي فاتت 18 سنة. ايه هو راح ينجح تجربته لو راح ينجح تجربتك؟ بصراحة يعني. بتوافق أنا ما دا أقول أنا وحدي. وإذا بتوافق ممكن يفشل تجربتك وينجح تجربته، وبالتالي يقول لك أنا كردي وتفردت بالمحافظة وأنا تركماني وشوف إيش قدمت للمحافظة. على اعتاب يعني مرحلة جديدة، يعني هذا الواقع يقول هذا الحل الآن. الحل السلمي والحل التوافقي هو تدوير السلطة. زين أستاذ علي، تدوير السلطة هل أشوفه هذا؟ الأستاذ نزار يقول هذا حل جديد، شوف هذا الحل الجديد فعال لو لا؟ أولا السياسيين العراقيين الفائزين في المقاعد وأحزابهم يجب أن يفكروا، إذا هم كانوا يريدون مصلحة أهل كركوك يفكروا بمصلحة أهل كركوك قبل كل شيء. أولا تدوير السلطة ما بين القوميات لمدة ما تبقى من عمر الشسمة 4 سنوات، باقي 3 سنوات كل واحد يجي يقعد سنة، هذا خلال سنة ايش راح يسوي لها الكركوك؟ معناته هاي الدورة راح تمر على كركوك، كل أي خدمة والخدمات تبقى معطلة. وضحت الفكرة. أنا قدمت مقترح قبل هذا المقترح بالبداية. قلت بما أن التركمان هم الحلقة الأضعف بمقعدين في مجلس محافظة كركوك إذا شكل، وبما أن من 2005 التركمان لم يستلموا منصب محافظ، أنا قلت خل التركمان يستلمون المنصب، ولكن هم حلقة ضعيفة، ولكن بمراقبة الكرد والعرب وعليه ذاك الوقت الفكرة. حلقة ضعيفة غصبا ما عليه يشتغل ويخدم كركوك بكل أطرافه. ليش؟ لأنه الحلقة الضعيفة عليه تصويت، متى ما يشتغل عدل راح يقيله، ذاك الوقت الأمور تتعقد أكثر. هذه كانت مقترحي، ما أدري يرضون ما يرضون، أنا كمستشار. نعم شكرا. ولكن أنا بقناعتي التامة الأمور ستسير إلى اختيار السيد السوداني محافظ بالوكالة. إذا شكراً. ما تنعوا على تدوير المحافظ على حزبين، على كتلتين العرب والاتحاد، والمجلس على الديمقراطي والتركمان. شكرا جزيلا للأستاذ علي المعمار المستشار السياسي والأمني لحزب تركماني لي. شكرا جزيلا على كل ما تفضلت به من هاي الإيضاحات. عضو الجبهة التركمانية الأستاذ نزار كوبرلو، شكرا جزيلا على ما تفضلت به من هذه الإيضاحات. ختام ملفنا الثاني بأبرز ما جاء في منصة إكس حول افتتاح أولمبياد باريس وما رافقه من مظاهر مخلة للأخلاق وللأعراف وللقيم، لنتابع.
ننتقل إلى الموجز الخبري. السوداني يحث القوى السياسية في كركوك على الاتفاق لاختيار المحافظ بما يلبي تطلعات أبناء المحافظة. وزارة الخارجية تدين وتستنكر المزدرة الجديدة التي ارتكبها الكيان الصهيوني وسط قطاع غزة. وزير الداخلية يعلن انطلاق الخطة الأمنية الخاصة بالزيارة الأربعينية في الأول من شهر صفر. وزير الصحة يفتتح مركزين للأمورام السرطانية في مدينة الإمامين الكاظمين الطبية ومستشفى الأمل. النزاهة تضبط 3 متهمين تسلموا 6 ملايين دينار مقابل إنجاز معاملة تقاعدية في محافظة نينوى. الحصاد انتهى، شكرا على كرم المتابعة وتصبحون على خير.